للتسجيل على المنح الدراسية في دولة الجزائر للطلبة اليمنيين خريجي المعاهد المهنية للعام 2025، نقوم بفتح الرابط الخاص بموقع وزارة التعليم العالي، ومن الصفحة الرئيسية يمكننا التعرف على المعلومات الأساسية للمنحة. بعدها ننتقل إلى الرابط الخاص بالتقديم على المنحة. سنلاحظ أن الرابط الخاص بالتقديم على المنحة يمر بثلاث خطوات. في الخطوة الأولى يتم إضافة الإيميل الخاص بنا. الخطوة الثانية خاصة بالبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بجواز السفر. في الخطوة الثالثة تتم تعبئة بيانات المؤهل الذي حصل عليه الطالب وتحتوي على المؤهل التعليمي، التخصص، سنة التخرج، معلومات المعهد الذي تم التخرج منه. في نهاية الخطوة الثالثة نقوم برفع ملفنا الشخصي الذي يتضمن الوثائق المطلوبة في إعلان وزارة التعليم العالي، وبعد التأكد من جميع المعلومات المقدمة نقوم بحفظها وضغط أيقونة التقديم. حظاً موفقاً لجميع المتقدمين.